حميد حضري معنا الصباح اللي جاي جدخلي مرحبا. صباح الخير. صباح الخير خاي. إيش أخبارك؟ والله لا مزيان. بس عليك. الحمد لله مضخم. مضخم. مرحبا مرحبا بيك أخويا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ميرسي مومو. صباح. الحمد لله. صح لاباس. الحمد لله. إيش كتشوف؟ هذيك الحمق على لوك ديالو أنا. على لوك ديالو كنحط ستايل أنا. ستايلي. كيعجبني باوي باسكو سي تخو ستايل أصاحبي. باسكو الحيامة اللي فيها مربيها طاك طاك مسائل وداك الشيء وهذاك. زين اخي والله مرحبا اخويا لاباس عليك الله يحفظك اخي اغنية جديدة الصباح ماما ماما شكون شكون اللي دار هذيك الاولى ماما 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 بو شكون كيعرف فيكم حميد الحضري شكون ما كيعرفش فيكم انا كنعرفو اوكي مين كتعرفيه من الاغنية ديال بلادي لونسمون كنت درت مع واحد الانترفيو باش كنت فواحد الراديو واحد اخر اوكي عثمان انا كنعرفو من ولا مع لو جروب مازاغون اوكي واي سي فري سان شنو سي فري هو تقول لي انا انايس جو لو كوني دو في دو سي فري على لا تيلي ولا هذا اوكي سا مارش حاتيم تنعرف حميد اول خطره شفتو انا في تونس في ستار اكاديمي مغرب كنا مشينا مع اش كاين غنينا تما وكان هو تما سي تي اون بيل رونكونتر في نسمه تخي تخي اخويا وي ولا كتعرفني وانت كنعرفك بزاف شحال هذا من الستار عندي عليك الدواسه انت من الستار سي فري تدوس عليا لا لا قول لي لا لا ما خلي داكشي بيناتنا اور اونتين لا بدا حنا كنقولوا كلشي في لونتين حنا كنقولوا كلشي في لونتين انا ما كنقولش كلشي في لونتين لا الصراحه راحه حميد الحضري عنده بوكين اغنيه جديده غنديروا اللايف هذا الصباح غادي تسولوا تهضروا مع الصباح عنده وقعت في حاجه مع الاداره هو وقعت لي كنا كنهضروا الصباح الاداره انت وقعت لك حاجه مع الاداره وي شنو وقع لك واش غادي نقول لك وقع لي ان تروك بون هو عجبني وما عجبنيش الحال شفت تخرج من هذه الاداره جبرت بالناس ما كل واحد فين واقف انا كنتسنى النوبه ديالي دونك شي مشغول شي واخد وقته شي كيضحك رفاين شي هذا حنا الناس كيتسناو بقيت واقف كنتسنى بشويه عليهم اللي وصلت النوبه ديالي عاد السيده شفت فيا قالت لي انت هو ديك بون ما عرفتنيش ما عرفت حتى سميتي باقي قالت لي انت هو الشونتور اللي هذا قلت لها هي بدات كضحك هذا كلشي بدا كيضحك ديك الساعه دونك سكو جي ايمي سي كو الناس ضحكوا معايا عرفوني الحمد لله وهذا مي سكو جي با ايمي سي كو هاد لو كومبورتمون هذا جوغي ايمي ان يكون مع كل شيء دونك ملي ندخل للاداره اي واحد اي مواطن يدخل يضحك معاه اللي الموظف وهذا بون سي توت ان سيستيم كيلفو ان بو ايسيي دو شونجي شويه من عندنا وشويه من عندهم اي بور كون اريف ا فيفر بيان انصامبل هادي الاغنيه ديالك انت هي هادي اكزاكتومون سي سا اكزاكتومون سي سا يعني البريك فوالا والتعامل ديال كل واحد فوالا باش نعيشو مزيان مع بعضياتنا كيسميو في امريكان وان لوف وان لوف يا وان لوف حب واحد للجميع زعما التعامل والاحترام للجميع كيف ما كنتي انت كنتي كبير صغير عندك فلوس ما عندك فلوس اي بلاصه اي مجتمع اي طبقه كنتعامل معاك تعامل مزيان كتعجبني ما كتعجبنيش يمكن نكون مختلف معاك في الراي يمكن ما تكونش كتعجبني كاع مي ça ne veut pas dire que ما نعيشوش مزيان مع بعضياتنا ماشي حيت ما كيعجبنيش كشي اللي كدير ولا انت ما كتعجبنيش ما معناتهاش انه ما كنحملكش اكزاكتومون اكزاكتومون مقوله جديده هذه ماما سي فري قيده هي وشي قصيده خاصها سيلفي هذه خاصها لازم صوب انا وياه شنو حيت ماشي حيت ما كان ماشي حيت راه المقوله هذه راه خدامين هنا خدامين في مقوله جديده خصنا نقيدوها هذه ماشي حيت ما كتعجبنيش ما كنحملكش صافي اكزاكتلي ماشي حيت ما كتعجبنيش ما كنحملكش ولا نديروها حيت بادي ما كتعجبنيش في الانسان ماشي حيت ما كيعجبنيش ما كنحملوش باش خصنا نخمو الان بعدا صافي غادي نجبروا غادي نجبروا غادي نجبروا الحل علي مرحبا انا اخويا حميد الحضري شكون لالينا غادي تعرفوا شي حوايج واعرين هذا الصباح على اذاعه اتخرجوا مع حميد الحضري ركز معنا شنو كدير انا معاك كندير لايف ها كندير لايف كدير لايف يس فيسبوك يس اوكي سامح واخا شحال كاين الناس مازال ما شفنا والو دابا يلا 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 قلنا بسم الله
يلا والفيديو هادشي كامل انت تشوفوه من بعد في الفيديو غادي تعرفوا شي حوايج واعرين على حميد الحضري هذا الصباح من تحياتك انت حياتك انيمي في الانيماسيون وي ها حياتي انيمي زيد لا سي بون هادشي جاوب كيف هاد اللايف وانت حتى واه قول لي زيد انت هادشي اللي كاين واش انت باقي عندك باقي خدام خدمه اخرى من غير الغناء لا حبستي حبستها باسكو السيد راه غون بيزنس مان نو جيتي حبستي حبستها دابا الموسيقى مزيان اخويا من تحياتك انيمي كيقول بزاف حوايج في الحياه ديالك كتسافر كتشوف ناس بزاف تلقى مع ناس بزاف كيقول لك شي حوايج واعرين بزاف غتقلعوا هذا الصباح على اذاعه اتخاذ قبل ما نسمعوا له لايف الاغنيه كامله ديال الو ليكيب كامله تعرفوا حاجه واعره بزاف جدا اسمع هادي علاش كنت موجود هادي الاداره المغربيه في بعض الحالات طلع كل كرموس زل شكون اللي قال عليك سي جبي رقم تماك لا ماشي حنايا هما الاخرين انا هو سري عنده انا سير شكون كيفاش غتعرفوا هذا الصباح على حميد الحضري حاجه واعره وقعت لي بارسلون خطيره جدا تخليهم يقلعوا هما الو كان 6000 بارسلون تالف بالليل بوحدك بوحدي غادي بوحدي يلاه وصلت سيتي كان باقي ما كاينش حتى البورطابل ما كاينجي شحال هادي وصلت بالليل و جو شيرش اون ادريس خصني نمشي لواحد لادريس وخصني نورمالمون جو دوفي بروندر ان بوس ديك ملي وصلت جبرت البوس تسقاده سقسيت على لو رومبلاسون ديال البوس دو نوي قالوا لي سي لو بوس دو نوي نيميرو كوا جو لي بري سولت الشيفور قلت له انا خصني ننزل في المطعم الفلاني قال لي واخا انا غادي ننزلك مشى وصار بيا تيرمينوس من بعد قال لي جو بو با تو بروندر تو دو ديسوندر ايسي دونك نزلت واحد البلاصه الخلا والقيفار ما فيها حتى شي واحد في شي جوج د الليل شنو وقع ليه انا بعد هذه كتسمى ردات الوالدين خرج في شي عصابات ما في صبان هذه ردات الوالدين هادي ردات الوالدين تلاقى مع شي مغربي تما تقريبا غادي يكون تلاقى مع شي جوغ دو فوت مشهور شكون هو ميسي لا شي جوغ مغربي كيلعب مع برشلون سميتو والله ما عرفت لا سميتو برشلون ان نوفو جوغ دو ميسي سميتو برشلون لا ماشي هو شنو دار هادشي اللي قال له عثمان خطا واش تلاقى داك الانسان اللي كان غادي عنده لا واخا مشى لابوناد غايس لا تلاقى مع شي ستار لا تلاقى مع كيلكان دلافامي لا واش تلاقى مع شي واحد اللي عتقو من داكشي اللي من داك الموقف اللي وقع له وي ان امي دونفونس سي سا اكزاكتومون ان امي دونفونس نو مي اسكي هذا هو ان ما كاين حتى شي واحد وبان لي واحد خينا بعيد وكنقول غنمشي عنده غير باش نسولو غير باش نقول له زعما انا بغيت نمشي لبلاصه فلان فلانيه بقيت ماشي بشويه 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 توصلت عنده هو قرع سولته قلت له اولا ديك اللعبه باسبانيولا زعما انا كنهضر اسبانيولا شاف فيا بحال هكذا قال لي الحاضري واو هادي ردات الوالدين هي هادشي و ايفيكتيفمون هو ملي كنا كنقراو اونسومبل في المدرسه كان عنده الشعر طويل دونك ملي وصلت انا ما عقلتش شي مره قلت له الله يا قال لي فين ماشي قلت له انا ماشي عند صاحبي محمود عطاني السوارز الدار حيت صاحبي كان في المغرب عطاني السوارز الدار ديالو قلت له ماشي عند صاحبي محمود عطاني السوارز الدار خصني نمشي للدار ديالو ما عرفتش فين قال لي وراه محمود ساكن حدايا قال لي يلا زيد يلا يا سلام داني حتى الدار محمود رضات الوالدين هادي ماشي غير رضات الوالدين فريمون توب اي ومن بعد سارك برشلونه معلوم ياك يكون بقى معاك ليامات اخرى تلاقيتي معاه تلاقينا وخرجنا وتقهوينا اي شنو الحاجه اللي وقعت لحميد الحضري دي واعره بزاف مع البوليس حاجه زوينه بعدا
شي حاجه واه زوينه بينو بينو. واه زوينه مؤخرا مورا ربيتي اللحيه. لا لا شحال هذه كنت باغي كنقرا لم يعب جدي جدي لك اللحيه. لا هو عنده اللحيه كتبان ستايل فهمتيني عايز مقاده بزياد. كان مع الطلو وصلوا بالستافيت. كان كيقرا في لافاك اليبو تقريبا. كان كيقرا في لافاك غادي يكون غنى ليهم وطلقوه. لا لا كنت كنت باقي ما بديتش كنغني ديك الساعه. ما عرفتش انا ما عرفتش كنت باغي نقول كان عنده زعما شي امتحان في لافاك وما وصلوا بحال داك الفيديو اللي شفنا في الجابون. لا لا هزات وصطفيت ياك لا قبل شنو لا قبل تحقيق الهويه. تحقيق الهويه باش يعرفوا شكون هو تحقيق الهويه. ومن بعد شنو وقع دوك هزو تحقيق الهويه كتمشي حتى للكوميساريه باش دير تحقيق الهويه. ومن بعد شنو وقع داك الساعه ما معروفش هو. لا لا ما كنتش نقرا ديك الساعه. دخلت لهم مع شي واحد اخر واقيلا تيقلبوا عليه. دخلت لهم مع شي واحد اخر. لا شي حاجه مزيانه صدق شي واحد في البوليس كيعرفك ديجا. لا لا واش ياك ما صحابكم السيد برشلونه كيعرفوا الناس الاداره عرفوا الناس البوليس كيعرفوا الناس ما يقولوا ولد الحومه ولا شي حاجه. ما عرفتش ما عرفتش شنو زوينه بزاف. زوينه لا انا هذه المسائل اللي عجبتني بزاف في حياتي من الاسئله اللي وقعتني في حياتي وعجبتني بزاف. وصلوا لشي بلاصه هما كنبغيو تقريبا يعني رجعوه للدار. فوالا سي سانيس فوالا رجعوه دوك الزوق داوك رجعوك عاوزين. هما حتى انا كنت نقرا في ليكول في طريق زهير دونك الدنيا خاويه عاود دائما الدنيا خاويه والليل خارج هوم وورك خدام في ليكول خارج بالليل لابس راك عارف طالب وهذا لابس شويه بحرتك. قفت عليا استافيت قال لي طلع. طلعت بيان سور بيان اكومباني فهمتي كيفاش. بقى كيسول فيا اش كدير هنا شنو قلت له انا طالب بعد خرجت من هنا طالب خارج بواحد الليله صاحبي شنو هذا الشيء هذا. قلت له هذا الشيء اللي عطى الله انا كنقرا على راسي ودونك وفين غادي. قلت له انا غادي للحي الجامعي كنت ساكن ديك الساعه في لا سيتي يونيفرسيتي. قال لي داكوغ حتى للحي الجامعي. قال لي يلاه سير مزيان برافو خلاص. التعامل اللي كيتعامل معك البوليس كيعجبك زوين زوين تعامل بس لابقى على البوليس الصباح. حميد الحضري بغنية جديدة سميتها بغيني نبغيك. خرج كاين شتو جنايا اللي سيغ ماباج. الو اون بارطاج ناوي اش كتسنى صاحبي اش كتسنى هنا شنو انت خرج خرج نهار الجمعه. ما تقولش نهار الجمعه انا تقول شويه نهار الجمعه انا ما كاينش الجمعه انايا انت صاحبي راه غادي نديرو فيغ صلايب غنديرو فيغ صلايب غنشوفو الكليب دقه واحده يلا سير يلا هذا الصباح على اذاعه اتراديو غادي نتكلموا على الاغنيه هذه اللي فيها شي حوايج زوينين فيها بغيتي تدوش شي ميساج بغيتي تقول شي حاجه. Exactement. Je vais te goul. C'est une philosophie de vie. C'est puisque on a d'abord aïché une fois le moment où اللي لا كانت دبزوا مع بعضيتنا بزاف كنعيبوا على بعضيتنا بزاف كنلاحظوا على بعضيتنا بزاف كنكرهوا بعضيتنا كنحقدوا على بعضيتنا اللي عنده اللي ما عندوش وهذا جو بونس كو هاد الشيء هذا ما غيدينا حتى شي متعه الا بغينا نعيشوا مزيانين ومرتاحين. داكشي اللي قلنا في الاول خصنا نبغيو بعضياتنا بلي ديفو ديالنا بلي كاليتي ديالنا ونعيشوا نكونوا طوليرون مع بعضياتنا نصبروا على بعضياتنا نتسامحوا نتعلموا نتسامحوا يا ابخي ما نبقاوش ديما معصبين ومقلقين. راه الا بغيتي تعيش تعيش مزيان حاول تفتش على الفرحه وتفتش على الابتسامه بلو بو اللي عندك مثلا ولا باقل حاجه تقدر تخلق السعاده اون لو سي عارفينها. والمغاربه حنا الشعب ديال الضحك والنشاط دونك الساعات ولله يا دي بروبليم كل واحد كل شيء عنده دي بروبليم مي On essaie toujours de chercher dès que le côté mzéwen, le côté d'Akoun Nachat, bach, en en enfoujant la rasna, on a échoué l'ahda. Parce que, en fin de compte, on ne vit que le moment. غير ديك الوقت هو اللي كنعيشوه بالضبط اللحظه الانيه هي اللي كنعيشوها نحاولوا نعملوا مجهودنا اننا نعيشوها ناشطين. ماشي سهله بيان سور. مي سي ان ترافاي افير سي سي فريمون ان ترافاي خدمه تخدم على راسك. انا بيدي كنت كنتعصب شحال هذه بزاف مي لا ميتنو عملت دي زيكزيرسيس على راسي. علاش كنخدم على راسي بانني كنحاول انني الماكسيموم انني ما بقاش نتعصب شويه بشويه كنلاحظ على راسي كنهضر مع راسي دونك اون فان كونت
شويه بشويه. كاين شي حاجه اللي تعلمتيها اللي باش تعلمتيها لانه تعيش حيت هو الواحد كيكون في الحياه ديالو مع الحوايج اللي دايرين به. كاين واحد الحاجه تري امبورطونت اللي هي انني ما ننتظرش بزاف من الاخر. سافا دير كو انا باغي نعمل شي حاجه غادي نعملها بو امبورط لا رياكسيون دو لوتر. ما تستناش الواحد يدير حاجه بحال هكا انت بلاصتو. اكزاكتومون. مقوله نرضى بديك الشيء اللي كاين. الشيء الا كان الواحد قانع الا قنعتي راه هذاك هو لو بونور. وي سي سا. ايوا خصو هذه يكون غريب شويه عليه شويه نخدموا عليها. لا ما كاين هو كاين اللي كيقلب على 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 حوايج على على طرق باش الواحد يكون حيت الحياه والمجتمع وداك الشيء داير بك والمشاكل بزاف حيت هي الصباح غتخرج من دارك انت غتخرج مزيان انت غتنوض الصباح غتفطر مزيان في دارك غادي تلبس مزيان فهمتي غتلبس مزيان لبس قدك يواديك داكشي اللي عندك راك عارف انت كل تبن ودهن شواربك بالسمن ودوز على عدوك مصبن عشاني عشاش اول مره كنسمع فوالا واش نعاودك عاوتاني كل تبن ودهن شواربك بالسمن تبن عشي عش شوار بالسمن كزعما بحال واكل الشوا حيت الشوار كيقولوا فيجي كتقول فوالا اش كيبانوك الشوار بحال واكل شي عازه ديال الشوا فهمتي انت راك واكل التبن وعلاش زعما بغيتي باش تبين زعما بانك واكل الشوا بخير زعما لا نو شكون حتى لا فراس تكون مزيان وانت واكل التبن وباغي دهن شوار بالسمن يعني باغي تغمق على الاخر تقول له انا واكل الشوا داري داكشي ديال ولا اسمح لي وحنا كنحلوا لا شوف حنا كنحلوا كنحلوا هذا مثل قديم مثلا القديم هذيك الساعه كانوا كياكلوا التمن ديك الساعه فاش كانوا قالوها باش واحد يكون مزيان فاش كتخرج الضغوطات ديال لو ستريس هو المرض العالمي لو ستريس فهمتي ستريس حيت واحد برسك في الطريق ستريس حيت واحد دار شي حاجه ما عجباتكش ستريس حيت واحد شفتيه دار شي حاجه باش تهضر معاك بزاف الحوايج ما هي دي التكنيك الواحد اللي كيستعملهم انت تكون استعملتهم باش تكون بخير سي فري انت ما كتلاقى معاك كتكون زين ما انتك لا ما انتك انت انتك 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 داخليا وخارجيا ما ترونكيل بخير مي دي تكنيك تعرفوا دي تكنيك نتوما دي تكنيك انا تنوتيليزي وحده ما عرفتش واش تكنيك ولا ماشي تكنيك الا دار معايا شي واحد شي حاجه خايبه ولا ما عجبتنيش داك الساعه ني تنحاول نحط راسي في بلاصتو ولا نلقى له شي عذر دار معايا شي جاس نحاول نلقى له شي عذر نحط راسي في بلاصتو قلت هنا غتقدر توقع لي بحال هكا واقيلا طرات له شي حاجه دونك تنحاول نلقى له شي عذر سي باغمي لي ميساج اللي كاينين في لا شونسون التمس لاخيك عذرا كل واحد فينا عنده ظروف ما كاين باش بغيني نبغيك انا دايره سياسه حسن الظن في الاخر دونك ما كنوياش خايبه وكنطلع تري بون شوز عثمان انا كيف ما قال قبيله حميد الحضري كنقلب على شي حاجه صغيره الابتسامه تقلب عليها تكون طالع لك الدم قلب على لو بو شوز اللي يمكن انت عندك ما عند واحد اخر الفيديو سو فيسبوك فوالا الفيديو دو واتساب اللي كيتصيفطوا فيهم الضحك عرفتيهم هادوك انا حسيت بس غادي نتعصب كنتنفس مزيان وكنسمع شي شويه الموسيقى صافي وكنسى دغيا كاين واحد لا تكنيك مزيونه كاين واحد لا تكنيك مزيونه هو ملي كتكون كتهضر مع شي واحد ويقول لك شي حاجه حسب من واحد لعشرة افون دو لوي ريبوند والله العظيم والله وحق الله اي سا مارش كنتي كتهضر مع شي واحد في شي ديسكسيون سخونه وقال لك شي حاجه ما تجاوبوش ديك الساعه عمل قول واحد جوج ثلاثه في خاطرك من بعد جاوبو سا مارش سا مارش تري تري بيان قولي شي حاجه نجربها دابا انت رطيطب زعما راه كنسمع لك فهمتي راه قلتها الصباح زعما راه كنسمع لك فهمتي راه خليكم انا حميد حضري معنا الصباح اللي غادي تخرجوا وفير له لايف دابا شويه غادي نكملوا لايف هاي اللايف ديال سي بون فرحات سمعنا مازال يلا خليكم معنا لاذاعه ايتخاجو حميد الحضري معنا هذا الصباح لاذاعه ايتخاجو مرحبا واك الجروب كومون سا سباس تري بيان سباس بيان تري تري بيان الحمد لله اوكي سوبر بون سي با ماشي حيت بون انت كنتي بلاصه عصام كمال سي با بيزار فاش كتجي انت جروب كان فيه واحد مغني وجيتي انت بلاصتو انا والله ما حسيت بالفرق لان دي لو بروميي جور لو فيلينغ اي باسي الحمد لله انا في بوكو دو سين اي سا سباس تري تري بيان يلاه كنا في برشلونه لعبنا في برشلونه on a un nouveau titre maintenant avec un chanteur international qui est José Frantes une chanson qui avait cartonné dans les années 90 Fuera de mi عاودناها معاه هو معنا وي
فيرا ديني. اكزاكتومون. دونك عاودناها مع خوسي الفرانتيس. دونك لوريجينال هو فرانتيس. هو خوسي الفرانتيس. حيت درت شي فيرس واحد اخرى عاوتاني من بعد مع شي بنت كتغناها. مع نينيا باستوري. اكزاكتومون. اكزاكتومون. سي سا. مي لا شونسون ديالو هو. هو دارها مع نينيا باستوري. وشناهي؟ خوسي فيرا ديني. لا مي بالعربية. سيرو سيرو سير غير زيد في الخير. ما عندك ما تخسر غير جرب حب الغير. شوفوا الحب ما يدير ياك عالمنا صغير والعمر راه قصير. سعدات لي دار الخير فوير عدمي جانوكي ارتو كرير دمي منتي تبرادو جانوكي رو بسارتو اللابيو. ويسين وي مامو اش اخبارك اخويا بخير؟ صافا تري تري بيان خويا انت مزيان خويا بصير مع حميد. وي سيدي حميد الغزال تبارك الله عليك خاي كلشي مزيان الحمد لله راك منورنا ديما الغزال ديالي وتبارك الله عليك وبراود فيو. الله يبارك فيك الحبيب. معك ياسر الشاعر. ياسر الشاعر. وي ياسر الشاعر متشرفين اخاي متشرفين. معك ياسر الشاعر عمي فيسبوك يا عمي ديال راجل سميه. داكور مغياج صافا صافا خاي الحمد لله. الله يبارك فيك راك منورنا ديما خويا. الله ينورك الله ينورك الله يبارك فيك. كيعجبني اكزاكتومون بزاف لو شوا ديالك في لي بارول وداكشي راه داكشي فونسون ديما عندك لي ميساج تما والله لا صافي ان غون بليزير اخويا والله. ميرسي بوكو خاي ميرسي بوكو خاي ديالي وميرسي مومو تو سي بور لا شونس باش نهضروا مع سيدي حميد. مرحبا اخويا وفيليستاسيون بوغ لويسام. الله يحفظك اخويا ربي يحفظك. الله يحفظك اخويا شكرا بزاف شكرا لك. الله يحفظك ميرسي نهاركم مبروك سيدي حميد. تبارك الله عليك خي ياسين. تبارك الله عليك اخي شكرا. عندك ليه شي كلمات؟ وي عندك ليه شي كلمات؟ وشوف انا صافي ان غون بليزير انني نخدم مع سيدي حميد. انا اخي والله العظيم حسيت به حسيت به والله العظيم حسيت به نقاد له شي حاجه والله حسيت به. مرحبا مرحبا صافي نهضروا في فيسبوك نهضروا في فيسبوك الا كان شي حاجه افيك غون بليزير. شميتك الله يحفظك. نعم سيدي شميتك حسيت بك حسيت بك عندك شي كلمات. كاين شي بركه المهم فيت انا شونتور ولكن المهم الله يكمل بالخير اخويا ياسر شكرا لك بزاف. الله يحفظك سيدي مومو ميرسي انفينيمون الغزال ديالي. شكرا حبيبي الله يحفظك. لا فيغسون هذا الصباح ديال بغيني نبغيك دابا حميد الحضري على اذاعه ايت راديو. واش عمرك غنيتي في هذه الساعه؟ وي قبل كنفيق بكري انا دائما. انت انت عندك حياه عاديه عادي الحياه عاديه متوازنه. كنحاول ماشي دائما ولكن اون جينيرال 80% كنعس بكري ونفيق بكري. صامخش مزيان اخويا حميد الحضري معنا هذا الصباح على اذاعه ايت راديو. بغيني نبغيك. إلا بغيتي توصل زيار الأحزان ونسى الكلام اللي قلو فيك ديرني واصبر زيد القدام ومعاليا من فرحوليك غير جرب غير زعم الأخطأ تتعلم وعلي فات ما تندم وللدنيا غير تبسم في الخير وما زال فرحة جمعنا وما زال يدينا يلا ماما لا تظلم حد لا تحكم على الناس وما تنساش العيب اللي فيك كل واحد فينا عنده ظروف ما كاين بس بغيني نبغيك غير جرب غير زعم الأخطاء تتعلم وعلي فات ما تندم وللدنيا غير تبسم هاي هاي في الخير وما زال
فرحة جمالة ومازال هنا يدينا يلا عيش اللحظة اليوم وغدا نسى الهموم اللي فيك عيش اللحظة اليوم وغدا خلي الفرحة تديك ونسى الهموم اللي فيك خلي الفرحة تديك ونسى الهموم اللي فيك خلي الفرحة تديك حميد حميد إلا بغيتي توصل زيار الحزم أيوه. ونسى الكلام اللي قلو فيك دير النية واصبر زيد القدم ومع الأيام بغيني نبغيك حميد حضري هذا الصباح على إذاعة راديو لا كلاس لو كليب ها ميرسي اخي كلاس ندير راس حمرين وداك الشيء وهداك الشيء وهداك اه وي وكاين واحد السيده ما مني جات هاد السيده اللي كتعنق الاخر لابسه الماي سيده اجي معنا في ليكيب اوكي سامارش شوف الكليب كليب واعر دونك هذاك سي تا ميساج اونتر لي جينيراسيون هي كبيره وهو مازال جون دونك كيتعانقوا كيشطحوا مع بعضياتهم سي تا ميساج اوسي تري بيان خويا لو كليب لو كليب فيه بزاف ديال لي ميساج وي فيه دي ميساج ايكولوجيك اوسي باسكو انا واخا مربيه وهذا والبلينغ بلينغ واللوكسوري وهذا انا ما بغيتش نستعمل داكشي واخا كانوا كاينين دي فواتور دو لوكس اي تو انا بغيت نستعمل بيكالا سي ميساج بور مونتري سا سي ميساج باسكو خدمت مع الدراري صغارين اي جو ريميرسي اسبيرانسا ماركيس اللي جابت لي لي زونفون ديال ليكول ديالها باش خدموا معايا لا كوريغرافي سي باسكو حنا الدراري الصغارين هما لو فيتور ديالنا Et puis j'aimerais bien prendre hada dire merci à tous les gens qui ont participé à la khadma Kabila Records Iqbal Oussama Ali là c'est dans WhatsApp exactement Kabila Records Oussama qui a arrangé ce morceau Mohamed El Marabat qui كتب معايا ou لحن معايا le morceau Kabila Records Iqbal Aymar l'artiste Aymar l'artiste Paisano et l'artiste Esperanza Marquez les chacun معايا le réalisateur ديال هذا le clip qui a fait un très très bon travail Redouane Akallaï le chorégraphe Shafik Tanger c'est un grand chorégraphe marocain qui خدم دابا مع des stars internationales ou qui خدم مع Saad Mjarad مثلا c'est lui qui danse avec Saad Mjarad Leila Nassar pour ses aides Ismaël Martina mais bien sûr bien sûr il faut pas que j'oublie quelqu'un c'est bien t'as bien fait خويا thank you Madrid les Psoni les Psoni ou هذا Et puis le festival de films de Chaouen, qui a donné l'opportunité de faire la première de le clip pendant le festival. Puis tous les gens les Aounouni fada à Ayuntamiento de Marbella. Parce que Ayuntamiento de Marbella. Oui. Hola, le baladier de Marbella, c'est vraiment maquillé aussi normalement des autorisations facilement. Mais quand ils ont su le message de la chanson, que c'est un Marocain qui va venir chanter et tout. قالنا مرحبا بكم ils nous ont donné les autorisations et tout et c'est vraiment merci à eux et voilà j'espère que ما نسيتش شي واحد تماك في مربيه المغاربه موجودين تبارك الله شوف اي بلاصه السلام عليكم اسمع عليكم السلام لا كصراف هذاك اللي بغى يمشي شي مطالي ما فيهاش المغاربه قال غيمشي حتى الاسكا ايوا مشى الاسكا وقف في الطياره نزل في الطياره يلا بغى ينزل من الدروج ويزلق ويسمع الصلاه على النبي شكرا حميد اخويا شنو احسن حاجه نتمنوا ليك حميد بغيني نبغيك فوالا سا سي دي سا سي في شكرا حميد حضري شكرا لكم شكرا للجميع شكرا استضافه شكرا للجميع خليكم معنا سنودعكم على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله مومو مورنينغ شو